السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة ليكونوميست ماروكان. دونك حنا في الجزء الثالث من لي بروفيزيون، من بعد ما شفنا النوسيون الكونتابيزاسيون، وشفنا الدوزيام بارتي اللي شفنا فيها لا ديبريسياسيون دي ليزيموبيزاسيون لي ستوك. دونك دابا في تروزيام بارتي ان شاء الله غادي نشوفوا لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون ديال لي كريونس. دونك على بركة الله نبداو لو كور ديالنا. دونك شنو هما لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كريونس؟ دونك لي كريونس سور لي كليون، بطبيعة الحال لان لي كريونس كيكونوا عند كيكونوا هما لي الديون اللي كنسالو لي كليون ديالنا. دونك لي كريونس سور لي كليون سون ايغالمون سوجي دو ديبريسياسيون لورسكو سيغتان في سيساسيون دو بايمون او ميز ان فايت بيرميتون دو دوتي دو لا سولفابيليتي ou de la ponctualité du client. Donc, هنا ملي كيكون الكليون ديالنا كيوقف على الاداء على الخلاص، ولا كيكون عنده مشاكل، يعني اون فايت، يعني ولا تيكون. دونك في هذه الحاله هذه كيكون عندنا شك في لا سولفابيليتي ديالو. شنو هي لا سولفابيليتي ديالو؟ هي القدره على الاداء والخلاص. دونك في هذه الحاله، دون سو كا لونتربريز دو استيمي لا بيرت بروبابل ديفيني le plus souvent en pourcentage du montant de la créance. Donc, fait là, la société s'est estimée ou peut-être la perte les ممكن يكون بالنسبه لهاد الدول اللي كتسال لهاد لي كليون هادو. دونك la provision كيفاش كنديرو، كيفاش كنحسبوه؟ كنشدو la créance TTC وكنقسموها على 1.20 باش نخرجوها باش تولي اور تاكس، ونضربوها في لوطو دو ديبريسياسيون، يعني داك البورسونتاج اللي قدرناه كوم بيرت ولا كوم ديبريسياسيون بالنسبه لهاد لي كريونس هادو. دونك على دا د لانفونتير لي كليون دو لونتربريز بوف تيتر كلاسي اون 3 كاتيجوري. نقدروا نكلاسيو لي كليون ديالنا اون 3 كاتيجوري. لا كاتيجوري الاولى هما لي كليون سولفابل، يعني لي كليون اوردينير بور ليكيل اوكين كليتور كونطابل ا كونستالي. دونك هادو سولفابل، يعني كيخلصوا في الوقت ما معاهمش مشكل. دونك النوع الثاني ديال لي كليون هما لي كليون دو تو دونك او لي كليون لي تيجيو pour lesquels il faut constater une provision pour dépréciation sur leur perte probable. Donc, هادو اللي عندنا معاهم مشاكل وداخلين معاهم في نزاعات، دونك ما بغاوش، دونك عندهم مشكل في الخلاص. هادو هما اللي كنديروا لهم لي بروفيزيون. دونك لي كليون اوردينير دوفوني دو تو doivent être reclassés du compte، يعني لي كليون اللي كيوليو دو تو بعد ما كانوا اوردينير كنحيدوهم من لا كلاس من لو كونت 3421 اللي هو كليون، وكنحطوهم وتنعاودو نحطوهم في الكليون دو تو او ليتيجيو اللي هو 3424 كما كتشوفوا هنا في هاد الكريتير. كنعاودو نديرو لو روكلاسمون ديال هاد لي كليون، كنحولوه من ليطا كليون كنردوه في ليطا ديال كليون دو تو. دونك هنا ابري سيت اكريتور اي فو كونستاتي، يعني من بعد ما كنحولوه كنديرو كلاسيوه من الكليون كليون دو تو، كندوزو داك الساعه في الاكريتور الثانيه اي فو كونستاتي لا بيرت بروبابل بار ليكريتور دو لا كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون. هنا كنعاودو نديرو ليكريتور ديال لا كونستاتاسيون ديال البروفيزيون. النوع الثالث ديال لي كليون اللي هو انسولفابل دون لي كريون سون ايغوكوفرابل، يعني في هذه الحاله هذه داك الكريونس اللي داك الفلوس اللي كنسالوه ايغوكوفرابل، ما كنسترجعوهاش، صافي مشات. Et pour lesquels il faut constater une perte définitive en distinct deux cas. Yani fait la constatation de la perte définitive. Yani la perte, yani flux mchet. Donc fait la hala dit qu'il m'a connaît un douzo des écritures. L'écriture l'oula fait la hala qu'un douzo, yani un ajout de la hala. Le client, yani, ou qu'un ordinaire ou là insolvable. Yani كان اوردينير، يعني كان كيخلص واحد الوقيته قال لك صافي ما بقيناش، يعني داك الفلوس ما بقيناش غناخذوها من عنده، يعني ولات بيرت. في هذه الحاله هنا كيكون لو كونت اللي كنكونوا ديجا كريديتي اللي تنكريديته هو الكليون، و تنديبيتيو لو كونت كريونس دوفوني ايريكوفرابل مع الايتا تيفيا ديالو فاكتوري. في الحاله الثانيه كيكون ديجا ديكلاريناه كوم كليون دو تو و تبين بلي انه ما غيخلص. في هذه الحاله هنا شنو كنكريديتو؟ كاين الاختلاف هنا غير في لو كونت اللي كنكريديتو، اما كليون ولا كليون دو تو. اما لي كونت ديبيتي كيبقاو هما بيرت و ليتا تيفي ديالها. دونك ابري سيت كريتور، من بعد هاد لي كريتور هادي ديال ديكلاراسيون ديال بيرت، شنو كنديرو؟ كان انوليو il faut annuler la provision déjà constituée car il devient inutile puisque la créance est soldée. في هذه الحاله هادي كان خصنا نديرو لانيلاسيون ديال البروفيزيون لان بقى ولا بدون فائده من بعد ما سولد لا كريونس سولدات. غنشوفوا واحد ليكزامبل باش نفهموا اكثر هاد البروفيزيون بالنسبه للي كريونس. دونك لا سيتياسيون عندنا هنا في ليكزامبل، عندنا لا سيتياسيون ديال كريونس ديال لونتربريز الجامعي اللي كتبان على هاد الشكل هذا. هاد لا سيتياسيون دو كريونس عندنا فيها شحال من كليون؟ عندنا خمسه ديال لي كليون: حسن، فريد، رغيه، نزار، ابراهيم. دونك هنا كما كتشوفوا الكريونس تي تي سي البروفيزيون اللي درنا ديجا في لو 31/12/2014 ولو ريغلومون داكشي اللي خلصوا في 2015، وهنا اوبسيرفاسيون، يعني شنو كان كيتبين لينا، شنو تبين لينا في 2015، يعني
بالنسبه للكليون حسن، يعني نزيدوا له لا بروفيزيون حتى 80% على السولد، الاخر فريد نردوا ليه لا بروفيزيون 10% من السولد، راه يعني خلصنا 9000 وما بقاش باغي يخلص شي الاخر، دونك غاي تسولدا. نزار عاد غنديكلاريوه كوم كوا باللي راه ولا كليون دو تو، يعني تبين بانه ما غنقدروا ريكوبيريو غير 70%، ما غنخل... دونك 30% غتكون هي ديال البروفيزيون. وابراهيم ديجا انسولفابل، يعني ما ديكلاريناه لا دو تو لا والو، تبين انه ما غاديش يخلص. دونك هنا في هذا لو ترافاي بالنسبه لي كيسيون، باسي لي زيكريتور نيسيسير في لو 31/12/2014 اي باسي لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون في لو 31/12/2015. بالنسبه لا سوليسيون، لا كيسيون الاولى اللي هي لي زيكريتور كونطابل ديال لو 31/12/2014، من خلال هاد لي طا دو كريونس شنو كيبان لنا، شكون هما لي كليون دو تو؟ هما حسن وفريد ورغية. علاش؟ حيت ديجا درنا لهم لا بروفيزيون في 2014، يعني ديجا ديكلاريناهم من لي طا كليون الكليون دو تو. دونك في هذه الحاله هذه هنايا كما قلنا كنخرجوا التي تي سي، كنحيدوا من كنخرجوا لور تاكس، يعني كنشدوا التي تي سي كنخرجوا منه لور تاكس، كنقسموا على 1.2 وكنحددوا لوطو كما قلنا ديال الديبريسياسيون اللي هي كل واحد شحال لوطو ديالو. دونك البيرت بروبابل بالنسبه لحسن هو 3150، فريد قلنا 25% ديال البروفيزيون دونك كانت هي 2750، رغيه 40% دونك 4800، دونك التوتال كامل ديال البيرت اللي ممكن اللي بروبابل هو 10700. دونك في لو 31/12/2014 شنو غنديروا في لا فان داني؟ ندوزو نديرو لا كونستيتيسيون ديال هاد البروفيزيون، بروفيزيون توتال ديال لي كليون ابارتير من هاد لا سيتياسيون هادي ومن هاد لي طا دو كريونس هادي. دونك كنديبيتو ديما لو كونت دوتاسيون ديكسبلوطاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كريونس دو لاكتيف سيركيلون، او تان ديبيت او تان كريديتو او بروفيزيون بور ديبريسياسيون ديال الكليون اي كونت غاتاشي ب 10700. ديما لو كونت دو شارج مع لو كونت داكتيف. دابا السؤال الثاني اللي هو لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون ديال لو 31/12/2015. هنا دونك في لو 31/12/2015 شنو اون دو بروسيدي او ريجوستمون، دونك غنديرو ريجوستمون ديال البروفيزيون، لان ديجا دوزنا دي بروفيزيون في 2014 ودابا تبانت عاوتاني في 2015 غنديرو ريجوستمون. غادي نشوفو دونك في ريجوستمون شنو كنديرو. دونك لو ريجوستمون دي بروفيزيون كونسيست ا كالكولي لا ديفيرونس اونتر لا نوفيل اي لونسيان بروفيزيون. دونك لا ديفيرونس بوزيتيف شنو كيعني؟ سينيفي اون دوتاسيون سا فو دير لوغمونتاسيون دو لا بروفيزيون، ولا ديفيرونسيون نيجاتيف شنو تيعني؟ اون روبريز دونك لا ديمينيسيون دو لا بروفيزيون، كيما شفتو هنا لا نوفيل بروفيزيون موال لونسيان بروفيزيون، الا كانت بوزيتيف كنديرو لوغمونتاسيون ديال لا بروفيزيون، كانت نيجاتيف كنديرو لا روبريز بحال الشكل ديال لامورتيسمون كيما شفنا من قبل. دونك بالنسبه لهنا نعاودو نصوبو الطابلو ولا ليطا ديال لي كريونس ديالنا في لو 31/12/2014. دونك كما شفنا لي كليون لي كريونس ديالهم تي تي سي، دابا غنشدو لو ريغلومون في 2015 كل واحد شحال خلص في 2015. حسن خلص 4800، فريد خلص 5400، رغية خلصت 9000 درهم. دونك السولد هنا هو شحال؟ 5000 6500. دونك كنديتيرمينيو السولد، كنجيو كنديتيرمينيو نوفيل بروفيزيون، نوفيل بروفيزيون على لو سولد كما شفنا في ليطا دي كري في لا سيتياسيون دو كريونس في الاول. دونك بالنسبه لنوفيل بروفيزيون كما شفنا بالنسبه الحسن نديرو 80% من السولد، دونك 80% ديال السولد ديال 5000 هو 4000، بالنسبة لفريد 10% من السولد، 10% من السولد اللي عنده هي 6500 دونك هي 650. بالنسبة لرغية ما غاديش يخلص لأن خلص 9000 درهم، قالك خلصت 9000 درهم دونك بور سولدي، دونك ما كاينش بروفيزيون. بالنسبه للنزار تبين انه ما غيخلصش 30%، قال نقدروا ريكوبيريو غير 70%، دونك غندوزو بروفيزيون ديال 30% من 10000 هي 3000. بالنسبه لابراهيم انسولفابل ديجا ما كانش دو تو، دونك تبين انه ما غيخلصش في فتره واحده. دابا غنشدو كما نجيبو لونسيان بروفيزيون من لا سيتياسيون دو كريونس ديال السؤال الاول. بالنسبه للحسن كانت عنده 3150، فريد عنده 2750، بالنسبه للرغيه 4800. دونك كنديروا لا ديفيرونس ما بين نوفيل بروفيزيون و لونسيان بروفيزيون. بالنسبه لنوفيل بروفيزيون عندنا 4000 ناقص 3150 هي 850، دونك تكون ان دوتاسيون لوغمونطاسيون ديال لا بروفيزيون. بالنسبه للفريد غتكون عنده الروبريز، علاش؟ لان لونسيان بروفيزيون كبر من نوفيل بروفيزيون، دونك غنديروا الروبريز ديال لا ديفيرونس. بالنسبه للرغيه بيرت ديال داك لو ريست، حيت خلص 9000 وبقات له 4500 دونك خلص 9000 وقال لك بور سولدي، دونك بحال الا شتي الاخر ما غاديش يخلصو، دونك شتي الاخر غادي يكون بيرت، دونك لا ديفيرون داك السولد غادي يديكلارا كوم بيرت.
بالنسبه للنزار عاد غندوزو له الدوتاسيون جديده ب 30%، دونك هي 3000 درهم. بالنسبه لابراهيم قال لك انسولفابل، دونك سافو دير ما غيخلص، سافو دير داك لي كريونس كامله غتولي بارت. بالنسبه له عنده 13000 كلها غادي تكون بارت. دابا غادي ندوزو لي زيكريتور كونطابل. بالنسبه لحسن قلنا غتكون عنده اوغمونطاسيون ديال البروفيزيون ب 850، كما قلنا كندوزو دوتاسيون ديكسبلوطاسيون بروفيزيون او كنكريديتيو لو كونط بروفيزيون ب 850. بالنسبه لفريد غنديرو له روبريز، علاش؟ لان كاين نقص البروفيزيون، دونك غنديرو انديبيتيو لو كونط داكتيف اللي هو بروفيزيون، وغنكريديتيو لو كونط دو برودوي اللي هو روبريز سور بروفيزيون بور ديبريسياسيون داكتيف سيركيلون بداك لا ديفيرونس اللي هي 2100. دابا بالنسبه لرغيه، رغيه كما قلنا دار سولد، سولد يعني خلص 9000 وقال لك سولد، يعني وديجا هو ديجا بالنسبه للرغيه قلنا اساجي دين بارت ديفينيتيف سور ان كرونس كريونس دو تو، دونك هنا شنو نديرو؟ نديرو نديكلاريو البارت. البارت شنو هو؟ هو ديجا ديكلاري كليون دو تو، دونك هنا كنكريديتو كليون دو تو او ليتيجو، وكنديبيتو البارت مع ليتا تي في ديالو بداك المونطون، او تنجيو كما قلنا تن انيليو شنو تن انيليو؟ تن انيليو داك البروفيزيون اللي ديجا دار من قبل. اللي هنا شنو كان باش انوليو تنديبيتيو لو كونط داكتيف اللي هو 3942 بروفيزيون، و تنكريديتيو لو كونط ديال برودوي ب 4800، يعني داك سميتو داك البروفيزيون اللي دار كنعاودو انوليو لان ما بقى ولا انيتيل، لان الكريونس سولدا. دابا بالنسبه لنزار، نزار شنو عنده؟ قلنا نزار عاد غادي يديكلارا كليون دو تو، وعاد غادي ندوزو له لا دوتاسيون، دونك حنا غنعاودو نروكلاسيوه نحيدوه من ليطا د كليون ردوه كليون دو تو بداك المونطون توتال ديال لا كريونس. وتنجيو في الدوزيام كريتور، هي كندوزو له لا بروفيزيون ديالو ديال 3000 درهم هي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون بروفيزيون دي بي، وفي الكريدي كنديرو كليون داكتيف اللي هو بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كليون اي كليون كونت غاتاشي. دابا بالنسبه لو ديرني كليون اللي هو ابراهيم، ابراهيم ما كان لا دوتو لا والو، جا وقال لك اسيدي انسولفابل، دونك ما غاديش داك الكريونس اللي كنسالوه راه مشى، دونك ما غايخلص والو. دونك هنا خصنا نديرو لا كونستاتاسيون ديال هاد البيرت هذا اللي كيولي بيرت ديفينيتيف. دونك هنا شنو تنديرو له؟ تنكريديتيو الكليون يعني بالتوتال ديال لي كريونس اللي هي 15600، و تنديبيتو شنو؟ كريونس اللي هي دوفوني ايرو كوفرابل مع ليطا تي فيا فاكتوري ديالها. دونك هادو هما لي كليون ديالنا، وهذا هو التمرين ديالنا. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا ولا ديبريسياسيون ديال لي كريونس. في انتظار الدرس المقبل ان شاء الله اللي غادي يكون على لا ديبريسياسيون ديال لي تيتر اي فالور دو بلاسمون. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.